شارك وفد من أعضاء مجلسي النواب وشورى في منتدى البرلمانيات، وذلك على هامش أعمال الجمعية 35 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة في جنيف، حيث تم بحث العديد من القضايا المتعلقة بدور المرأة البرلمانية في التنمية الشاملة وتعزيز حقوقها. وللمزيد معنا عبر الهاتف من جنيف عضو مجلس النواب الدكتورة جميلة السمك. مساء الخير دكتورة، وبداية لو تحدثينا عن ما خلصت إليه هذه الاجتماعات اليوم. مساء الخير، أهلا وسهلا. طبعا شاركنا كشعبة برلمانية بالاتحاد البرلماني في الاجتماعات الجمعية 135. طبعا دورنا كان كبرلمانيين مهم جدا في هذا الجانب، ولقد لعبنا دور كبير واقعا نتيجة وجودنا في هذا التجمع الهائل الذي ضم جمع غفير من البرلمانيين من دول العالم. طبعا وجود البرلمانيين كهيئة منتخبة تمثل جميع أطياف المجتمع، تقع عليهم مسؤولية كبيرة أيضا في صياغة التشريعات التي تعكس احتياجات المجتمع. واقعا وجود البرلمانيين أيضا في هذا التجمع الهائل الذي يضم هذا الكم الهائل مثل ما قلنا، تصب في عملية النمو والتطور للدول تشريعيا. اجتمعنا اليوم في كذا اجتماع، شاركنا في الاجتماع التنسيقي للبرلمانيات الخليجية، اجتمعنا أيضا في الاجتماع وحضرنا وشاركنا في الاجتماع التنسيقي للبرلمانات الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع التنسيقي للبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي. شاركنا أيضا بمنتدى البرلمانيات النسائي، وخرجنا بكثير من التوصيات، من أهمها نبذ العنف ضد المرأة، أيضا ابتكار استراتيجيات واضحة تدفع بالمرأة من أجل التمكين السياسي. تطرقنا أيضا لحقوق المرأة في الحصول على الأمن والأمان وبناء شراكات بين الرجل والمرأة من أجل بلوغ الأهداف للتنمية المستدامة. طبعا اجتماعات اليوم سوف ترفع التوصيات حتى نناقشها إن شاء الله غدا باللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وكوني أيضا عضوة في هذه اللجنة منتخبة أمثل جميع الدول الخليجية والدول العربية في هذه اللجنة. سوف نناقش غدا بإذن الله مشروع القرار بشأن حرية المرأة في المشاركة بالعمليات السياسية بشكل تام وآمن وبدون تدخل في هذا الجانب. طبعا وجودنا أيضا في هذا التجمع الكبير سوف نمثل شعوبنا في هذا الجانب، بحيث أن يكون لنا طبعا تأثير واسع على البرلمانيين بالدول الأخرى من خلال توضيح الصورة الحقيقية بما يخص حقوق الإنسان وحقوق المرأة بالدول المشاركة، مما لا شك فيه. طبعا هذا انطلاقة كبيرة نحو اكتساب وتبادل الخبرات من البرلمانات في الدول الأخرى، ونسأل الله إن شاء الله التوفيق لإنجاز هذه المهمة على أكمل وجه. نعم، من جنيف عضو مجلس النواب الدكتورة جميلة السماك، شكرا جزيلا لك.